فانا دي ما كنتش بحبها خالص. وعملت معاها مشكله بسببها يعني. انا فاكر انا فاكر مره من المرات يعني بصراحه يعني كابتن وليد سليمان اتضايق منه جدا يعني. اتضايق منه خلي بالك. عشانك ولا عشان نفسه؟ انت مثلا يعني مستر مسلمان كان مثلا يعمل ايه اوقات؟ يجي مثلا نيجي نلعب تقسيم يسيب الدنيا كلها ويخرجني بره التقسيم. فالموضوع ما وجي فتره كده بقى في الاخر عمل كده مع 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 كابتن وليد. فانا ما كانش يعني برضو بالنسبه لي ان انا في حته احراج شويه. انا كنت يعني عشان بحب. بس انا عارف موضوع وليد ده هو عمل كده مع وليد فعلا. يعني انا مثلا وليد سليمان كنت عمل كده معاه في الاخر وانا في الملعب مثلا بقى لما يجي بقى خلاص انا وليد عشان كان ساعات بيلعب وليد في نفس المكان. فانا بالنسبه لي كان يتعب ان وليد يعني كابتن وليد يخرج وانا ابقى موجود. ف يعني بحس انها عيب يعني. لا كابتن وليد لعيب كبير ولعيب محترف فخلاص هخرج انا. فكابتن وليد بقى لا خليك انا هخرج. لا خليك انت خليك قاعد وهكذا. فكان في حاجات بقى يعني مش افضل حاجه فيها هو. ماشي. المدرب اللي كان نفسك تلعب تحت قيادته فايلر كولر جوزي؟ فايلر. فايلر كان نفسه يلعب مع فايلر. اوكي. أفضل مهاجم لعبت معاه في مشوارك الكروي؟ حسام حسن سموحة، محمد شريف الأهلي، أحمد عاطف فيوتشر. بص هو في واحد رابع. مين؟ لو لا لا لو بتكلمني بالنسبة لي أحسن واحد بس هقوله لك في الآخر وهقول لك مين دول برضه. ماشي. حسام حسن أنا من اللعيبة يعني لعيب شرس خلي بالك. أحمد عاطف خلي بالك احمد عاطف مهاجم جامد جدا. مهاجم جامد جدا. الزمالك كان عايزه مش عارف بس يعني سمعت يعني انا سمعت ما اعرفش ما اتكلمتوش هو لعيب كويس شخصيه كويسه جدا. ولعيب محترم والسرعه بتاعته كبيره يعني. محمد شريف ما لعبتش معاه قوي عشان انا الفتره اللي انا كنت موجود فيها يعني. محمد شريف طبعا لعيب كويس بس الفتره اللي انا كنت موجود فيها ما لعبتش معاه قوي. تمام. احسن مهاجم انا لعبت معاه عشان كان زميلي في المنتخب كان مصطفى محمد. طبعا مصطفى محمد هو احسن واحد. مصطفى خلي بالك هو لحد دلوقتي احنا على تواصل يعني عامه يعني. مصطفى يعني ساعات بيكلمني قبل ماتشات يعني. لا والله يعني هو جميل مصطفى. طيب مين اللاعب اللي تتمنى انتقاله الى الزمالك؟ رمضان صبحي، حمدي فتحي، طارق حامد. لو وجهة نظري انا يعني رمضان يعني خلي بالك انا ورمضان كنا فرقه واحده. فرقه واحده فرقه 97 دي كانت فرقه شرسه يعني في موجوده في النادي. ماشي. فرمضان رمضان رمضان لان رمضان شخصيه برضو مختلفه يعني. انا بص انا بحب طبعا حمدي وطارق لعيبه كبيره طبعا مفيش كلام بس انت لو بتتكلم على المستوى الفني بقى انا لعبت معاه وكنا زمايل وهو امكانيات رمضة. وشخصيه بقى يعني قبل ده كان رمضان. ماشي. بعد ايه اهم رقم بتحب تلعب بيه في مشوارك ومثلك الاعلى فيه؟ 22 10 8. لا انا احسن رقم بالنسبه لي بحب العب بيه 8. 8 بس حتى انت بتلعب 8 يعني بتلبس 8 وتلعب بس هقول لك على حاجه ليك يعني انا هلبس 22. لا والله 22 في الزمالك ما شاء الله. طيب ده حاجه حلوه جدا. يبقى ابو تريكه مثلا كده يعني ابو تريكه زي ما انت قلت يعني حاجه محترمه وخلي بالك انا اصلا يعني ابو تريكه كابتن ابو تريكه انا ما لحقتوش يعني ما لحقتوش اتمرن معاه. انا اتمرنت مع لعيبه كبيره موجوده وزي مثلا كابتن وائل جمعه وزي ناس لعيبه كبيره كتير بس كابتن ابو تريكا يعني ما لحقتوش بس بقى على تواصل على يعني ساعات كده والله يعني ساعات مثلا ممكن يبقى عيد ميلاده بخش